مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناة المحور، أهلا بيكم. حلقة جديدة من برنامج الطبيب. صحة العين لا تقل أهمية عن صحة أي عضو من أعضاء الجسم، وده لأن العين مسؤولة عن حاسة مهمة جدا، وهي حاسة البصر. ولأنها عضو حساس جدا بيقابلها العديد من الأمراض، كان صعب حلها زمان، لكن دلوقتي بعد اكتشاف الفيمتو ليزر أصبح حلها سهل جدا. والنهارده بالذات معانا دكتور من اهم وامهر الاطباء اللي بيعالجوا بالفيمتو ليزر، هيكلمنا عن اهم طرق العلاج الموجوده بالفيمتو ليزر، وهيكلمنا كمان عن زرع القرنيه. اهلا بيك يا دكتور. معانا دكتور استاذ دكتور اسامه النحراوي، استاذ وجراح العيون بكليه طب قناه السويس، ورئيس الجمعيه المصريه لجراحات العيون بالفيمتو ليزر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك. في البداية دكتور، عايزين حضرتك تكلمنا عن الجمعية اللي حضرتك أسستها، الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتو ليزر. الحقيقة أنا ليا الشرف والفخر والسعادة إن أنا ربنا جعلني سبب لتأسيس هذه الجمعية، أنا ومجموعة من زملائي الأفاضل. الفيمتو ليزر حضرتك عارفة قصة الدكتور أحمد زويل، هو ده البداية، بنشكره. الفيمتو سكند خد جائزة نوبل، أصغر وحدة زمن. الدكتور احمد زويل مش طبيب، هو عالم كيمست، عالم كيمياء. فالتكنولوجيا خدت اكتشاف زويل اصغر وحده زمن وعملتها اجهزه وتقنيات متعدده. عندنا في مجال العيون بقى فيه نوعيات ليزر خاصه بتطلع ليزر نبضاته قصيره جدا وتقاس بوحده الفيمتو سكند. الفيمتو سكند 10^15 من الثانيه، يعني خدنا الثانيه قسمناها اجزاء صغيره قوي، يبقى ده اسمه الفيمتو سكند. يعني بنقول ايه، 1000 مليون مليون، 1/1000 مليون مليون جزء من الثانية. الليزر ده عمل لنا السحر وعمل لنا العجائب. موجود في الدنيا من زمان 2002، بقى أجهزة كانت بتستخدم فقط لجراحات القرنية والفيمتو ليزر وزرع القرنية. الأيام دي كمان بقى في خطوة للأمام أكتر، وبقى كمان يستخدم النهاردة ندخل في عمق العين شوية ونعمل عمليات المياه البيضاء بالفيمتو ليزر. انا كاني بستخدم الفيمتو ليزر من سنين طويله، من اول ما نزل مصر بحبه وبستخدمه وحسيت بقيمته. ومفيش جراح عيون شاطر، عشان اعمل حاجه كويسه لو الفيمتو يقدر يعملها لازم تكون دايما النتائج افضل لو بعملها بالفيمتو. لاحظت ان احنا مجتمعنا، بلدنا الحلوه اللي احنا بنحبها، وزملائي وكثير من الشباب محتاجين نزود الوعي اكتر، لان في اهتمام دولي كبير، لكن في مصر هنا الاهتمام كان ضعيف شويه. فقلت لا، لازم نعمل اكشن، لازم نعمل حاجه علميه على اساس ان احنا نرفع الوعي، في تعليم وتدريب والناس تغير من بعضها والناس تتنافس في الخير، حاجه كويسه. فانشانا هذه الجمعيه في شهر 12 اللي فات، وسجلت تبع وزاره الشؤون الاجتماعيه، وهي جمعيه علميه، الجمعيه المصريه لجراحات العيون بالفيمتو ليزر، وبتهدف الى عمل مؤتمرات دوريه ودورات واستخدام الخبراء الاجانب والاطباء المصريين الشطار، يجوا مؤتمرات الجمعيه ويبداوا يقولوا محاضرات بتاعتهم، الدكاتره الشباب يسمعوا ونتعلم من بعض، انا اتعلم من غيري وغيري يتعلم مني. ومن هنا يا دكتور جت فكره تاسيس الجمعيه. بالظبط يا فندم، كان لازم يكون. طيب سمعنا ان الشهر اللي فات الجمعيه عملت مؤتمر، عايزين حضرتك تكلمنا عن المواضيع اللي تناولها المؤتمر ده. الحقيقه برضو انا كنت سعيد جدا ان احنا تتعاون معانا وتاخدنا في حضنها الجمعيه الام، الجمعيه الرماديه المصريه، اساتذتنا الكبار. والجمعيه كانت عامله مؤتمر، الجمعيه لها كلاب اسمه نادي جراحات تصحيح الابصار التابع للجمعيه الرماديه المصريه. النادي كان عامل مؤتمر كبير لمده يومين، يوم 6 و7 فبراير، واستضافونا معاهم ان احنا نعمل مؤتمر صغصوغه انطوط على قد حال جمعيه وليده. فاخدنا بالفعل مؤتمر صغير او سيشن في قلب المؤتمر الكبير، والسيشن بتاعتنا كان تم فيها الاعلان عن ميلاد الجمعيه، وحضرها اساتذه كبار من اكبر اساتذه مصر، وكثير من الزملاء من كل الجامعات المصريه تعاونوا في هذا اليوم، وده كان منشور على موقع الجمعيه وعلى موقع erc-eos.com erc-eos.com. اي حد بيشوف المؤتمر الكبير بتاع الجمعيه الام ومؤتمرنا المبتدئ مع الجمعيه بتاعتنا يدخل ويشوف. وكان معانا خبراء اجانب على فكره، جورج اليو من اسبانيا، وهنا ابو زيد خبيره مصريه من سويسرا، غير الخبراء المصريين كلهم. كان مؤتمر جميل جدا. طيب يا ترى هيبقى في مؤتمرات جايه قريب ولا لسه الفكره؟ ان شاء الله بنرتب على طول باذن الله في الربع الاخير من هذا العام ان شاء الله ان احنا نعمل مؤتمر تاني بقى كبير، ويكون على مستوى اكبر، ونكون ان شاء الله يعني في خبراء كتير.
الى جهنم المصريين والكافرين. والدعوه طبعا لكل زمايلي اللي يمكن يكونوا سامعيننا، نبداوا من دلوقتي يحضروا الابحاث بتاعتهم والبرزنتيشنز اللي هم يقدموها في هذا المؤتمر. طيب ندخل بقى دكتور في موضوع حلقتنا النهارده، هنتكلم عن القرنيه. عايزين نعرف احنا والساده المشاهدين ايه هي القرنيه وايه دورها اللي بتقوم بيه في عمليه الابصار. القرنيه هي العدسه الاساسيه في العين. كان انا معايا الموديل بتاع العين، لو الساده المشاهدين شافوا هذا النموذج، كان احنا الموديل ده مشت ان هو بيتقطع كده نصين يتركب، فبنقول ده احنا شايفين كلنا العين كده، لكن لو خدنا فيها مقطع او سيكشن بنقول كده، بنقول ربنا خلق في العين مجموعه طبقات وفي طقم عدسات. طقم عدسات هو انا بعمل دلوقتي كده، فبنقول العدسه الاساسيه والاقوى والاهم هي اللي هي دي، لتشبه بنورة الساعة اسمها القرنية، ولها سمك زي ما حضراتكم شايفين سمك، ولها كيرف دوران في كل الاتجاهات. وبعدين العدسة التانية اللي من جوه اسمها العدسة الداخلية اللي هي عدسة العين، والتي تشبه عدسة الكاميرا. بعد كده في حاجات تانية جوه العين، بنقول ان في حاجة اسمها الجسم الزجاجي اللي بيملأ تجويف العين، كل حاجة ليه قشرة قد البالونة، وفي مادة هلامية شفافة اسمها الجسم الزجاجي اللي بيملأ العين من الداخل. وبعد كده عندنا حاجة اسمها الشبكية اللي هي الفيلم الرقيق جدا الحساس اللي يشبه فيلم الكاميرا. وبعد كده عندنا حاجة اسمها الصلبة وحاجات تانية. فالقرنية هي العدسة الأساسية، هي والعدسة الداخلية بيجمع الضوء الساقط على العين في بؤره هنا على الفيلم بتاع العين حتى تتم عمليه الابصار. ده دور الدور انها تجمع الضوء. اوكي طيب ايه هي بقى يا دكتور الحالات اللي بنقول الحاله دي محتاجه زرع قرنيه؟ امتى بنقول كده؟ طبعا هذه القرنيه زي اي حاجه في الجسم بتكون معرضه لمجموعه من الامراض، في امراض بتاثر فيها يبقى هي تفقد شفافيتها. احنا شايفينها شفافه ونقيه كعدسه، تفقد شفافيتها. عندنا مرض منتشر في مصر وكثير من دول بلاد افريقيا اسمه التراكوما او الرمد الحبيبي، بيحصل التهابات وبيسيب سحابات تؤثر على شفافيه القرنيه. كمان ساعات الناس تتعرض لحوادث السيارات او اشتباكات وخناقات او مواد كيماويه تخش جوه العين، اي حاجه تصيب القرنيه وتترك سحابه تؤثر على شفافيه القرنيه، دي بنسميها سحابه قرنيه، بتبقى محتاجه عمليه زرع قرنيه. كمان عندنا مرض منتشر قوي انا بسميه مرض عيون الشباب، القرنيه المخروطيه. مرض عيون الشباب بالظبط، القرنيه المخروطيه، لانه منتشر قوي في الشباب. كان عندنا عاملين بروتوكول تعاون مع جامعه بورسعيد، والفريق بتاعنا نزل كذا كليه، كنا بنعمل سكريننج للطلاب اللي هم لابسين نظارات وعندهم ضعف ابصار عشان نشوف القرنيه المخروطيه، لانها موجوده في نسبه كبيره. وعلى فكره ما كانوش عارفين طلبه وطالبات ان عندهم بدايات قرنيه مخروطيه في بدايتها خالص، لان احنا دايما لو نلتقط المرض في بدايته تفرق معانا كتير. القرنيه المخروطيه بقى ساعات يجي لنا في مراحله المتقدمه، التعب بيبدا يزيد بالتدريج، بيكون ضعف في نسيج القرنيه. بيبقى اتعرف ازاي يا دكتور؟ بيبقى عارف ازاي؟ هو المريض ممكن في الاول ما يعرفش، بس يلاقي كل شويه بيشتكي وكل شويه يغير نظارته. عامل لسه نظاره قريبه عند الدكتور شهرين ثلاثه اربعه، يقول لك لا بدات اشتكي من النظاره، يروح الدكتور يغير له النظاره، يسيب الدكتور ويروح الدكتور الثاني. بعد فترة يجي الدكتور تاني، دكتور لسه مغير نظاري من ثلاث شهور، مغيره من شهرين، أشك. أول ما أشك أعمل له سكريننج، أعمل له أشعة أو فحص تصوير للقرنية، ألاقي عنده لخبطة في القرنية، يبقى لها علامات معينة بنعرفها لما بنعمل الناس بنتكام أو أوربسكان أو توبوجرافي، أشعات فحوصات بتصور العين بالكمبيوتر ونشوفها مكبرة. فده مرض بيكون فيه ضعف في النسيج نفسه، المفروض إن عند كل الناس القرنية نسيج قوي وثابت، ما بتتغيرش بالزمن. لا، ده المرض ده بيكون في ضعف في النسيج القرنية، البروتين القرنية اسمه الكولاجين، وهذا البروتين لما نتيجة الضعف بتبدا هي تتغير زي ارض بعد ما كانت مستوية، كل شوية في مطب بيطلع علينا لخبطة على السطح وترقق في السمك، وقد تصل الى حالات فيها سحابات في الاخر، وفي الاخر اضطر اقول له اعمل لك ايه؟ اعمل لك زرع قرنية. طب ايه دور الفيمتو ليزر في علاج القرنية؟ الفيمتو ليزر او زرع القرنية هو الآلة الجبارة اللي ربنا سبحانه وتعالى من على البشريه بيها. مره ثانيه بنشكر زهير على ابحاثه اللي كانت البدايه. اكيد بنشكر. الفيمتو ليزر هو عباره عن كان احنا معانا صوره، استسمح المخرج انه يجيبها لنا. الصوره عباره عن اصبع جهاز كبير فيه كمبيوتر وفيه كاميرا تصوير مصوره العين، والعين نايمه تحت منها،
فبتحدد لي بقى الصوره الاولانيه من فضلك، الصوره الاولانيه كان دي صوره، الصوره الاولانيه دي بتوضح لنا، لان بتكلم في زراعه قرنيه ببقى محتاج قرنيه من متبرع عشان ازرع قرنيه، يعني الانسان عنده مرض القرنيه بتاعته مريضه فانا محتاج قرنيه سليمه. طب بنجيبها منين؟ بنجيبها من بنك عيون في الدول المتقدمه، واحنا دولتنا شرعة تبقى متقدمه وافترض يكون عندنا بنك عيون، وسهل جدا يتعامل عندنا بنك عيون، بس محتاجين تشريع يقيس ده ومجتمع يتعاون مع ده. فالصوره اللي احنا شفناها اللي فاتت دي كانت بتوضح لنا القرنيه اللي احنا جت من بنك العيون وحاطينها على اله معينه تحت جهاز الفيمتو ليزر عشان نخرط منها، ده اسمه بقى مخرطه بالكمبيوتر اوتوماتيك بالفيمتو ليزر، ما الذي يقطع الفيمتو؟ شعاع الفيمتو، شعاع حاد جدا يقطع بدقه وبيقطع بناء على تعليمات الكمبيوتر. بيكون عندي كمبيوتر ببرمج الكمبيوتر واقول له والله انا عاوز اشيل جزء من القرنيه ده قطره 8 مللي او 7.5 مللي زي ما انا عاوز، وعاوز اقطعها بزاويه قطع شكلها ايه؟ فبعمل برمجه للطريقه اللي انا عاوزها بالكمبيوتر، يبقى انا بقطع بالكمبيوتر، برسم كل اللي انا عاوزه على الكمبيوتر، شايفين انا الكمبيوتر، وبينزل ده على القرنيه بتاع المتبرع او على الانسان نفسه المستقبل اللي انا احنا شايفين في الصوره دي المريض نايم تحت الجهاز، وشايفين شاشه الجهاز، وزي ما بقول لحضرتك كل حاجه بنبرمجها على الكمبيوتر سواء المتبرع او المستقبل نفسه. وطالما دايما بيقول لك يو جيت وات يو وونت، يعني نحصل في العين على ما نريد، نحصل في العين على ما نريد، دقه جميله جدا وبالتالي اعلى مستويات الامان والدقه. كان الصوره اللي بعد كده اساس بحثات المخرج جيبها لنا بنشوف هنا دي مراحل يا دكتور القرنيه المخروطيه، دي خطوات العمليه عشان الناس تبقى فاهمه بالظبط التكنيك، لان الناس من حقها تشعر بالامان، لان التكنيك اللي احنا شايفينه ده راقي جدا وتقدم جدا. فشايفين دي شاشه الكمبيوتر على في النص الشمال برسم لي العين وبعمل كنترول على كل حاجه، شعاع الليزر هيسقط فين، دي برمجه معقده شويه الساده المشاهدين مش هيفهموها. ولكن في النص اليمين من الصوره احنا شايفين تصوير القرنيه زي الاشعه، الجزء الاسمر اللي على اليمين ده مصور لي العين وعمق العين والخزانه الاماميه، مصور لي القرنيه نفسها، موضح لي انا بقطع ازاي بزاويه ميل شكلها ايه، علشان في الاخر احصل على شغل جميل جدا وعالي الدقه. في الاخر مين الكسبان؟ المريض. المريض كسبان واحنا كمان كسبانين، المريض يبقى سعيد. أكيد. لما المريض يبقى سعيد وشايف كويس ومفيش مشاكل مفيش مضاعفات احنا بنبقى سعداء، لان ده بيعلي جدا 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 مستويات النجاح، بيعلي مستويات النجاح الى اعلى مستويات الحقيقه. ازاي يا دكتور بيتم زرع وتثبيت القرنيه؟ هي لما احنا كنا بنعملها مانيوال بالات معدنيه، حاجه اسمها تريفاين، كانت حاجه كده زي نلفها كده زي المقوره بتاعت الكوسه كده، سوري في التشبيه، كنا نلف كده، فكانت تيجي نازله قطعه، ممكن وهي تيجي نازله قطعه تيجي جارحه مثلا حاجه في العين، او تقطع قطع مش كامل، اضطر اكمل بمقص، تلاقي فيه شرشره في القطع. برضه لازم يعني الناس تبقى متصرفه، طب احنا طب البديل ايه؟ ما هو زرع القرنيه في منه انواع، في حاجه اسمها نافذ وفي طبقي، طب البنتريتنج ده بعمله ازاي لو ما عملتوش بالفيمتو؟ بالات يدويه، الات يدويه بنجيب تليفون، هي حلوه نعم وكويسه بس احيانا اوقات كتير يبقى في قله دقه نتيجه الشرشره، طب جراح يستخدم مقص عشان ينعم بيه حرف الجرح وبعدين يبدا يخيطها وهكذا، فهمتوا؟ اختلف معانا. بعد ما بنجيب القرنيه من الانسان المتبرع نحطها للانسان المستقبل اللي عنده المرض، وشد المرض يبقى قطط غيار، بدات تشد قطط غيار، شد القرنيه التعبانه، جبت قرنيه سليمه من انسان من بنك عيون، انسان حديث الوفاه، جسمه كان سليم، ما كانش عنده التهابات ولا امراض معديه ولا اي حاجه خالص، ويبقى جاي لنا تقرير على فكره من البنك بالقرنيه نفسها، عارف كان عنده ايه وكان ايه سبب الوفاه، ولازم نستخدمها في خلال اسبوعين او ثلاثه من لحظه الوفاه نفسها. بنحطها بقى في العين وتحت الميكروسكوب، بنقل المريض الى اوضه العمليات الجراحيه، وتحت الميكروسكوب خيط رفيع قوي 10 زيرو نايلون، من النايلون بنبدا ان احنا ايه ان احنا نثبتها غرز بسيطه خالص، بعد فتره بنشيل هذه الغرز الانسان بيبقى سعيد جدا. ايه هي يا دكتور اسباب سحابات القرنيه؟ سحابات القرنيه ساعات يحصل التهابات، ساعات يحصل قرحه، ساعات يحصل خبطه، ساعات تدخل في العين مواد كيماويه، كل دي ممكن تؤدي الى سحابه قرنيه زي ما قلت لحضرتك، السحابه تخلي الانسان ما يبقاش شايف كويس. وطرق العلاج بتاعتها؟ ما برضو لو السحابه دي شكلها ايه، على حسب هي موقعها فين في القرنيه، جايه قدام النين مأثره على النظر ولا بعيد شويه، صغيره ولا كبيره، طب سطحيه ولا عميقه،
فهي على حسب، لو هي مأثرة أو على النظر أبدأ أتكلم في إن أنا أتدخل بالليزر جراحيا عشان نشيلها، وممكن أبخرها بالإكزايمر لو هي سطحية وسنترال مأثرة أبخرها بالإكزايمر، أو إن أنا لو عميقة شوية أعمل جراحة قرنية لاميلر شغل طبيعي، عميقة أكتر وكده مش هينفع يبقى أعمل بنتريت. هو في أنواع يا دكتور لعمليات ذرع قرنية؟ طبعا يا فندم. طب حضرتك ممكن حضرتك تقول لنا إيه هي الأنواع؟ ما أنا بقول لك في حاجة اسمها إن أنا ما أشيلش القرنية كلها، في بعض الأمراض القرنية ديت بقى عاملة زي الكتاب حاجة كده جدار تخين قوي. طب هل التعب مأثر على كل الجدار ولا مأثر بس على الطبقات السطحية؟ ولا الطبقات السطحية سليمة ومأثر على الطبقات الداخلية؟ فمأثر قدام بس ولا مأثر ورا بس ولا مأثر عليه كله؟ فلو مأثر ورا بس نقدر نزرع الطبقة الداخلية بس ونجيب قرنية جديدة، لو مأثر فوق بس نشيل بس ونخلي الجزء السليم. يعني يكون عندي كتاب فيه مثلا 100 صفحة في 4-5 صفحات أو ورقات جاي عليهم حبر بنقطعهم وبعدين أحط غيرهم، لكن لو كتاب كله جاي عليه حبر أو وحش يبقى أنا بغير الكتاب كله. فده الفيمتو بقى بيمكننا إن احنا نعمل ده، خلينا وغير الفيمتو كمان في طرق جميله جدا ومتقدمه، وده تخصص كبير النهارده موجود جراحات القرنيه. ونسب نجاح العمليات دي يا دكتور قد ايه؟ نسبه نجاح العمليه بتتوقف على حاجات كتير، اولا المريض نفسه قد ايه هو صالح وظروف عينه مناسبه لنجاح العمليه. مريض ضغط عينه مرتفع غير مريض ضغط عينه مش مرتفع، سطح العين قد ايه هو سليم، سطح العين، لان انا بقول زرع القرنيه زي ما نكون بنزرع زرعه في ارض، كل ما تكون الارض خصبه كل ما تكون الزرعه دي تكبر وتبقى ممتازه جدا. فسطح العين ومدى تقبله، ولا في جفاف، في ناس يكون عندهم جفاف جامد قوي الازرع قرنيه ممكن ما تنجحش زي ارض بور بالظبط، يعني ممكن العين ترفض القرنيه، ممكن سطح العين ما يكونش صالح لنزرع قرنيه. وفي حاجه اسمها زرع قرنيه صناعيه قصه ثانيه خالص للحالات اللي. لكن لو العين كويسه الانسان نفسه حافظ كمان على القرنيه، جبنا له قرنيه كويسه، جراح شاطر وويل تريند متدرب كويس ومعاه تكنيك عالي، تكنيك طريقه اجهزه تساعده زي اجهزه الفيمتو، بالتاكيد بتبقى النتائج حلوه وربنا قبل اي حاجه هو الشايف طبعا. اكيد طبعا. طب ايه يا دكتور الاحتياطات اللي لازم المريض ياخدها بعد زرع القرنيه؟ ان المريض يكون فاهم كويس قوي التعليمات. التعليمات لازم الدكتور يشرح له التعليمات، ولازم كمان يتاكد الدكتور ان المريض فهم فعلا التعليمات ومستعد ينفذها. بنخاف على القرنيه اللي زرعناها من حاجتين، التروما او الانفكشن، يعني انه ندعك عينه او يعمل اي حاجه، ساعات تحصل على فكره حاجه مش مقصوده وهو نايم بالليل يتقلب على السرير فعينه تتفعص في المخده، فبنحط حاجات على العين كده تحمي العين، كارتيلا كده مثقبه تحمي العين، ساعات يدعك عينه ومش واخد باله، ساعات هو بيحط قطره جزء القطره نفسه ممكن يحتك بالعين. بيجينا ساعات المريض عنده قرحه في القرنيه اللي زرعناها لسه من اسبوع زي الفل، يوم خربش نفسه ومش واخد باله، هي مش لسه فيها احاسيس، هي مش لسه ما فيهاش احاسيس ولا الم، فممكن ببساطه لو هو مش كيرفول يخربش نفسه ومش واخد باله. فدايما بننبه حد غير المريض اللي يعمله النيرسينج اللي يديله القطره ولازم ياخد باله منه، وبنعلمه ازاي يحط القطره، بتأمل ان هو ميجي يحط قطره، بوز القطره دايما يكون بعيد عن العين، لان ساعات بندخله في بعض المرضى يبقى حاطط بوز القطره كده في عينه ممكن يبوظ بيه العمليه، بوز القطره نفسه او انبوبه المرهم ممكن يخربش العين، ما بيبقاش فيها احاسيس فمش هيحس انها اتخربشت. خدت بالك معايا ازاي؟ فلازم انا اعلمه ازاي يحط القطره، ولازم لما نيجي نحط علاج لازم نعمل ماسك على المنطقه دي المنطقه الخطره، منطقه خطر جدا عشان انفكشن. انا عندي جغاره جميله جدا عملت عمليه جنب منها مستنقع ومستنقع. مستنقع ده لو ايديا لمست حاجه هنا وبعدين مسكت ازازه القطره او جيت عملت كده على عينيا يحصل ترانسميشن او انتقال للميكروب من هنا الى هنا. على فكره كتير من الناس مش واخد باله ان الميكروب بينتقل عن طريق حاجه نقلته. يعني كده قال الميكروب، الميكروب مش هيجي من الهواء، يعني عمر الميكروب ما هيجي من بقي الى الهواء الى عينيا، لا ده صعب، ممكن يحصل بالصعب، ممكن يحصل نتيجه دروبلتس. لو انا مثلا انا بعمل نيرسنج للمريض، انا كدكتور وانا بعمل عمليه بلبس ماسك عشان انا بحمي المريض مني انا الدروبلتس، وانا بتكلم مع المساعدين بتوعي ممكن انا بتكلم رذاذ اللي خارج من بقي ده في ميكروبات، فلازم انا اكون خايف على المريض وملتزم بتعليمات مكافحه العدوى، وانا اكون لابس ماسك انا كمان علشان كلامي انا والرذاذ بتاعي ما يجيش في عين المريض او يجي على الالات الجراحيه. وكذلك واحنا بنغير له يفضل احنا نغير المريض اولا نحميه من نفسه، فممكن احط كلينكس منديل كلينكس او اجيب ماسك البسه له في اللحظه دي بالذات
وده تقريبا نادر ان حد يعمل ده، بس انا بنصح المرضى بتوع بالقصه دي يجيب ماسك من الصيدليه او نديهوله كده يحطه على بقه، او يحط كلينكس منديل كلينكس على بقه، واحنا بنغير له عشان ايدينا احنا ما تلمسش بقه ولا ايه ولا ايه. اذا هي التروما والانفكشن ان يتخربش او اتخبط، وايه كمان البنات والستات، عشان حصل عندي كذا مره في الشهور اللي فاتت حدثين مؤلمين جدا. بيجوا بنات يا عيني عندهم قرنيه مخرطيه متقدمه في عينيهم الاثنين، بنعمل لهم العمليات، بيبقوا سعداء جدا فرحانين ان ربنا رجع لهم النظر. مجتمع البنات والستات فيه اطفال كان غير الرجاله شويه، فتبقى البنت قاعده على كرسي وابن اختها قاعد على رجلها فرحانه بيه وكلام من ده، فيجي الولد ايه عامل براسه كده، حصل مره كده والله العظيم حصلت، لا لا كده، راح خبط خالته في عينيها اللي لسه عامله عمليه. وكانت ست كانت لها ظروف خاصه، كانت اوبيز بدينه شويه ولعبتها قصيره، وحتى دكتور البنج كان قايلها بصعوبه، فراح فتح لها عينيه. الجرح طق، الخياطه خيط الرفاع ده اتقطع، اضطرينا تاني دخلها اوضه العمليات تاني وربنا اكرمه. حصلت القصه دي مرتين من ستات واطفال وقصص زي كده. فساعات تبقى الام بتصحي بنتها من النوم، تيجي البنت او الطفل يجي خبط مامته برجله في عينه في عينها مثلا، حصلت اكتر مره. ساعات الستات اللي بيلبسوا نقاب كمان، هم بيلبسوها يخلعوه كده يحك العين. بتحصل المشكله ساعات ست تدخل المطبخ والضرفه مفتوحه، ضرفه ال غصب عنها تخبط فيها، فبتلف كده تيجي خبطها في عينها. بس كل ده حصل، حاجات كتير بشوفها في حياتنا، بتبقى حاجات بسيطه مش غير اللي ينسى انه عامل عمليه. بيبقى في كتير من المرضى. طب هم كل الدكاتره، كل دكاتره اطباء العيون بيقوموا بالعمليه دي؟ لا يا فندم. لا، احب اوضح للساده المشاهدين ان العيون دي، العين دي على قد ما هي جوهره غاليه او صغيره، لكنها تستحق انها تكون كليه لوحدها. المفروض تتعمل زي ما عاملين كليه في الاسنان كده، تتعمل كليه طب وجراحات العيون، بقى التخصصات كتيره جدا النهارده. فمش كل اطباء العيون بيعملوا كل حاجه، يعني في حاجات كتير انا ما بعرفش اعملها، يعني يجي مثلا مريض عنده مشكله في الشبكيه انا بحولها لجراح شبكيه، مشكله عنده مريض في اورام العين انا بحولها لتجميل. فاحنا عندنا تخصصات في التخصصات، فمش كل حد يعرف يعمل كل حاجه. طيب دكتور، احنا عايزين نستغل وجود حضرتك معانا النهارده وتقدم لحضرتك للساده المشاهدين ومشاهدي برنامج الطبيب، وخصوصا حلقه حضرتك، وخصوصا ان حضرتك من امهر الاطباء اللي بتشتغل بالفيمتو ليزر، تقدم لهم ايه العرض اللي ممكن تقدمه للمشاهدين الموجودين معانا النهارده بيتفرجوا علينا؟ عرض زي ايه مثلا؟ يعني حضرتك المشاهدين اللي هيجوا لحضرتك اللي عندهم امراض في عينيهم، عايزين يتعالجوا للقرنيه، عايزين يعملوا فيمتو ليزر، عايزين محتاجين عندهم مشاكل في عينيهم، محتاجين حد يساعدهم فيها. عايزين حضرتك تخص المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا النهارده بعرض خاص حضرتك تقدمه لنا. عناية طبعا كل الساده المشاهدين، طبعا انا بحس بالناس الحمد لله يعني، فا اوكي اقدر اعمل لهم تخفيض على اتعابي 25% على كل جراحات الفيمتو، سواء كانت جراحه مياه بيضاء بالفيمتو ليزر او قرنيه بالفيمتو او ليزك بالفيمتو او حلقات بالفيمتو، 25% من اتعابي ولمده اسبوعين. ميرسي جدا لوجودك معانا يا دكتور النهارده، بنشكرك وبنشكر وجودك معانا، وميرسي لوقت حضرتك معانا. شكرا جزيلا، شكرا على الدعوه. ميرسي قوي. وطبعا زي ما حضراتكم شفتوا العرض اللي الدكتور قدمه هيقدم 25% من الاتعاب اللي هو بيتقاضاها لأي مشاهدي برنامج الطبيب اللي حضروا معانا الحلقة النهاردة ومحتاجين عندهم مشاكل في عينيهم. بنشكركم وبنشكر متابعتكم لينا لحلقتنا النهاردة. هنخرج فاصل ونرجع نكمل الفقرة الثانية من برنامج الطبيب. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين. اتكلمنا في حلقات قبل كده عن عملية الحقن المجهري، وعرفنا قد إيه ودورها الكبير في علاج مشكلة تأخر الحمل. هنكمل طبعا باقي حلقات عملية حقن المجهري مع دكتورنا طبعا اللي منورنا دايما، دكتور عمرو الحسيني، دكتور أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة عين شمس وعضو الكلية الملكية بلندن. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذة إيناس. احنا اتكلمنا طبعا عن عملية الحقن المجهري قبل كده، بس احنا عايزين نفكر السادة المشاهدين عن تعريف بس ولو مبسط عن عملية الحقن المجهري. تمام. عملية الحقن المجهري هي الصورة المتطورة من أطفال الأنابيب، وهي تقنية بنلجأ إليها في الحالات اللي فيها صعوبة كبيرة في حدوث الحمل الطبيعي. وفي هذه التقنية بنقوم بالتقاط البويضات من الزوجة بعد عملية تنشيط المبيضين، وأخذ السائل المنوي من الزوج سواء كان بعينة عادية زي التحليل أو
باستخلاص الحيوانات المنوية من الخصيتين في الأزواج اللي ما عندهمش حيوانات منوية في السائل المنوي، ثم نقوم بانتقاء الحيوانات المنوية السليمة وانتقاء البويضات الممتازة اللي تم التقاطها، ثم نقوم بعملية حقن للحيوانات المنوية داخل البويضة. حقن الحيوان المنوي داخل البويضة تحت المجهر أو الميكروسكوب، من هنا جت التسمية تقنية الحقن المجهري، أي حقن الحيوان المنوي تحت المجهر داخل البويضة. بعد ذلك بإذن الله بيتكون أجنة، بنقوم بتحضين هذه الأجنة في حضانات خاصة الوسط فيها والأتموسفير أو الجو فيها عبارة عن خليط من مجموعة من الغازات، غاز ثاني أكسيد الكربون، غاز الأكسجين وغاز النيتروجين، كل واحد فيهم بنسبة خاصة علشان نماثل البيئة اللي بيبقى موجود فيها الجنين داخل الرحم، وبنحتفظ بالجنين داخل هذه الحضانات لمدة تقترب من 5 أو 6 أيام. بعد ذلك بنقوم بإعادة هذه الأجنة، عادة 2 من الأجنة، إلى داخل الرحم بتاع الزوجة، ونتمنى من الله أن هم يتعلقوا بالبطانة بتاعة الرحم. بعدها بأسبوعين بنقوم باختبار حمل في الدم، وإن شاء الله في أكتر من 50 لـ70% من الحالات بيحدث حمل بإذن الله. بإذن الله. طب عايزين نعرف بقى النهاردة، عايزين نتكلم عن الحالات اللي هي تحتاج إن هي تتعمل عمليات حقن مجهري. تمام، ده سؤال الحقيقة مهم جدا. الحالات اللي بتحتاج للحقن المجهري خلينا نقسمهم لأسباب موجودة في الزوج وأسباب موجودة في الزوج. الأسباب اللي موجودة في الزوج، الزوج إذا كان هناك نقص شديد في عدد الحيوانات المنوية، الطبيعي في الحيوانات المنوية أن العدد يكون 15 مليون في الملي الواحد فيما فوق. إذا كان الزوج عنده العدد أقل من هذا بكثير، يعني راجل عنده العدد 2 مليون مليون 100 ألف، لأن في أزواج بيجوا يقولوا لي ده أنا عندي العدد كويس، عندي 10 آلاف، وهو فاكر أن 10 آلاف ده كتير قوي. لا، ده هو الطبيعي ب 15 مليون. إذا ما كانش في حيوانات منوية أصلا، يعني في أزواج ما عندهمش حيوانات منوية نتيجة مثلا انسداد في المجرى اللي بيخرج منه الحيوانات المنوية في القنوات المنوية. إذا كان الزوج عنده مثلا قصف مرتجع، فبعض حالات السكر الحيوانات المنوية بدل ما بتنزل مع السائل المنوي بترتد إلى المثانة. هذه الحالات بنستخلص الحيوانات المنوية من البول. الحالات اللي الأزواج عندهم هزال شديد وضعف شديد في الحركة، يعني الطبيعي أن 40% من الحيوانات المنوية تتحرك، و 32% من هذه الحركة تكون حركة سريعة للأمام بسرعة كبيرة. الحالات اللي فيهم نسبة تشوهات عالية جدا تقترب من 100%. كل هذه الحالات في الأزواج بيبقى من الصعب حل المشاكل بالطرق الحقن المجهري، بالطرق العادية بنضطر ان احنا نلجأ الى ايه؟ تقنية الحقن المجهري. والحقيقة يا استاذة ايناس، الحقن المجهري مناسب قوي للحالات دي. يعني اذا كانت الحيوانات المنوية مش موجودة في السائل المنوي، واخذنا العينة من الخصية، الحيوان المنوي لما بستخلصه من الخصية ما بيبقاش بقوة وكفاءة وحركة الحيوان المنوي العادي. بيبقى الحركة بتاعته بطيئة، بيبقى ما هوش نشط، بيحتاج ان هو يعني يتاخد ويتحقن جوه البويضة. حتى ما ينفعش اسيبه مع البويضة في طبق اقول لا هو هيخصبها زي اطفال الانابيب. لا، هذه تقنية الحقن المجهري بالذات في هؤلاء الاشخاص بتبقى تقنية مناسبة جدا. دي الاسباب اللي متعلقة بالزوج اللي ما يصلحش معاها الحمل بالطرق العادية، ولكن نحتاج فيها الى ايه؟ الحقن المجهري. نيجي بقى للزوج، اقول لحضرتك اشهر الاسباب. طبعا احنا في جميع الحالات بنحاول نحل المشكله، يعني لو الزوج مثلا عنده العدد قليل وفي سبب قوي زي مثلا دوالي على الخصيتين، بنعالج الدوالي على الخصيتين ونتمنى ان العدد يعود بالظبط. اذا كان عنده التهاب مزمن في البروستاتا بنعالج هذا الالتهاب. اذا كان في مشكله في السكر بنعالج السكر. لكن في حالات ما بتستجبش،
الزوجة نفس الشيء، لو في حاجات تتعالج بنحاول نعالجها. طب الحالات ايه اللي بيبقى الصعب علاجها؟ لو واحدة مثلا عندها انسداد في قنوات فالوب في الناحيتين، انسداد قنوات فالوب بعض الحالات بيصلح فيها التدخل بالمناظير، ان احنا نحاول نفك هذه الانسداد او هذه الالتصاقات. لو كانت الالتصاقات موجودة في عند البوق او عند الاهداب بتاعة قنوات فالوب دي نقدر نحلها بمنظار البطن الجراحي. إذا كان الانسداد موجود في جزء من قنوات فالوب اللي موجود ناحية الرحم بنحلها بأسطرة الأنبوبة اللي بنستخدمها عن طريق منظار الرحم الجراحي، يعني أولاني بالبطن لو خارج الجزء الخارجي من الأنبوبة، الثانية بالرحم. طيب للأسف بعض الحالات بيعود فيها الانسداد، أو واحدة استأصلت قنوات فالوب لسبب ما، واحدة جالها حمل خارج الرحم مرة في الأنبوبة اليمين ومرة في الأنبوبة الشمال وشالته، واحدة حدث عندها التهاب في قنوات فالوب ادى الى ان قنوات فالوب بقى فيها سائل، سواء كان هذا السائل سائل ماء او صديد، خلاص قناه بتبقى تلفت. حتى لو الانبوبه بتخرج الصبغه بعد ما بحقنها وفيها تمدد كبير، خلاص تلفه، لان قناه فالوب مش ما هياش اسطوانه برمي فيها البيضه من ناحيه تنزلي من الناحيه الثانيه، لا دي ده كائن حي، يعني عضو فعال، عضو فيه اهداب وبيقوم بتغذيه البويضه المخصبه. فاذا كان هناك تلف دائم في قنوات فالوب ما يصلحش غير تقنيه الحقن المجهري. في حاجات تانية زي تكيسات المبيضين، واحده عندها تكيسات مبيضين واخذت التنشيط لما قالت كفايه، بيجي الستات بقى لها 3 سنين و4 سنين بتاخد تنشيط. طب ما خلاص بقى، طالما حالتك ما بتستجيبيش 3 سنين او 4 سنين مش هتستجيبي، وهنفضل ننشط في المبيض لغايه لما ايه؟ لغايه لما يعني هنجهد المبيض زياده عن اللزوم. هذه الحالات ما ينفعش فيها بقى ان انا افضل انشط فيها الى ما لا نهايه لغايه لما الست ينقطع عندها الطمث. لا، هو التنشيط له فتره محدده، اذا لم يصلح او لم يحدث استجابه للتنشيط خلاص يبقى هنضطر ان احنا نلجا الى الحقن المجهري. السيدات اللي عندهم مرض بطانه الرحم المهاجره. كلمنا انا وانتي قبل كده عن مرض على البطانه المهاجره وعلى الاندوميتريوزس. مشكله بطانه الرحم المهاجره، والنهارده كنت بتكلم حتى مع الاخوه في الكنترول، كنا بنعرض فيلم عن بطانه الرحم المهاجره. المشكله ان احنا لما بنشيل الاكياس بتاعه الشوكليت سيست او بنعالج بطانه الرحم المهاجره، المشكله ان بتعود هذه الاكياس، حتى في ستات بتفتكر مره تانية للاسف. بالظبط، لان السبب موجود ان جزء من الدوره بيرتد. فحتى تقول لك انت ما عملتش العمليه كويس يا دكتور، انت شلت لي الكيس اللي على المبيض ورجع تاني، ده ممكن يرجع بعدها بشهر. ليه؟ لان السبب انا مش هقدر امنعه. في جزء كبير من السيدات المشكله الرئيسيه ان بيحدث ارتداد ارتداد للدوره الشهريه، فبيرجع يكون كيس مره اخرى على المبيض. فالحالات اللي بيعود فيها بطانه الرحم المهاجره عده مرات، بنستأصل هذه الاكياس او بنفضيها بنشوطها بالموجات الصوتيه وبندي حاجه تقلل من فرصه عوده هذه الاكياس، لكن اذا كان هناك رغبه في الانجاب بنضطر ان احنا نلجا الى وسيله الحقن المجهري، لان الستات دول نتيجه وجود بطانه الرحم المهاجره وسائل الدم الموجود جوه المبيض بيسبب تلف في الانسجه بتاعه المبيض وبيقلل من المخزون بتاع البويضات. فبنحاول ان احنا يحدث حمل قبل ما يتلف المخزون كله بتاع البويضات اللي موجود. يبقى احنا اتكلمنا على تكيسات المبيضين اللي ما بتستجبش، ضعف التبويض اللي ما بيستجبش، قنوات فالوب اذا كان فيها انسداد فيها انسداد، الحالات اللي فيها يعني عوامل بقى مشتركه من الاثنين، يعني مثلا الزوج عنده قله في الحيوانات المنويه وهي عندها تكيسات على المبيضين، عنده هزال شديد في الحيوانات المنويه وهي عندها انبوبه مسدوده. في 25% من الحالات، يعني ربع الحالات يا استاذه ايناس، بيبقى في اسباب في مشتركه في الناحيتين. يعني لو واحدة عندها تكيسات مبيضين وكل فترة وأخرى بيحدث تبويض، والراجل العدل عنده 70-80 مليون والحركة ممتازة، هتلقط مرة، لكن لما يبقى عنده هو الحركة كمان
10% بس منهم بيتحركوا، نسبة التشوهات عالية، العدد على الحدود، بيبقى بقى ايه، بيبقى هناك صعوبة بمكان ان احنا ايه نقوم بالحقن المجال. في ناس تانية ما عندهمش مشاكل كبيرة، لكن عامل السن، يعني عامل السن بينطبق على الزوجة ما بينطبقش قوي على الزوج. يعني واحدة تزوجت مثلا بقالها سنتين وسنها اقترب من 40، بنخاف ان المخزون بتاع المبيض يقل وجودة البويضات تقل وفرص الحمل تقل، قد تلجأ الى هذه التقنية علشان يبقى عندها فرصة طيبة. يعني انا كان عندي الاسبوع ده واحدة متزوجة وهي عندها 40 سنة وبقالها سنة واحدة من الزواج، هل لسه بقى هنبتدي تنشيط ونشوف المشكلة فين والفحوصات ايه؟ على بتبقى صعبة يعني في الحالة دي، بتبقى صعب الحقن المجاري؟ لا، بيبقى سهل طبعا. فرص نجاح الحقن المجاري بعد سن 40 سنة بيقل بالتدريج، وبيقل جدا بعد 43 سنة. فأنا بنصح الحالات اللي تزوجت متأخرا انها تلجأ الى تقنية مساعدة الانجاب قبل ما مخزون البويضات يقل، ما جودة البويضات تتأثر. كل دي اسباب تخلينا نلجأ يا استاذة ايناس الى تقنية الحقن المجهري. في كمان يعني انا اعتقد ان في نساء كتيرة جدا بيفتكروا ان عملية الحقن المجهري بتأثر على يعني على المخزون اللي في المبيض، او بتأثر بشكل عام على المبيض. ده حقيقي ولا؟ ده سؤال حقيقة بتسأله كتير جدا، وفعلا يعني الستات فاهمة، علشان احنا في التنشيط بتاع الحقن المجهري انها طلعت 10 بويضات، وان الطبيعي انها بتطلع بويضة واحدة بس كل شهر. يعني طبعا في ستات بتطلع 5 بويضات، في ستات بتطلع 10 بويضات، في ستات بتطلع 15 بويضة، ان ده هيخلص البويضات اللي موجودة عندها. طيب احب اطمن الستات في النقطة دي قوي. اولا الستات ما بتصنعش بيض جديد، يعني الست ربنا سبحانه وتعالى بيخلقها بوديعة ثابتة من البويضات. فاثناء ما الطفلة الجنين البنت في بطن الام عند 20 اسبوع يبقى عندها 7 مليون بويضة، وقت الولادة ينزلوا 1.25 مليون بويضة، عند البلوغ يتبقى عندها 250 الف الى 400 الف بويضة تقريبا، يختلف من ست للتاني. كل دورة بيستعد حوالي 1000 بويضة ان هم يخشوا في مرحلة او فطور نشاط للتحول الى بويضة كاملة. واحدة منهم فقط هي اللي بتصل الى انها تكون بويضة مكتملة، وبقية البويضات بتضمر، بيحصلها ما يعرف بالاتريزي. اذا في الدورة العادية ست بتفقد ما يقترب من 1000 بويضة. هذا الكلام لا يحدث في بنفس الكيفية في الحقن المجهري وفي أطفال الأنابيب. إحنا بنستدعيش أو بننشطش غير عدد محدود. إذا الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وتنشيط التبويض، أحب أطمن الستات أنه لا يستهلك من البويضات ولا يسرع من عملية نفاذ أو انتهاء البويضات، أو بيسحب زيادة عن اللزوم من مخزون المبيضين. لا، هذا الكلام غير صحيح، وما بيأثرش على مخزون المبيضين نهائي. طب كمان في ناس قالت ان في ممكن يحدث تشوهات خلقية للجنين لو عن طريق يعني عملية الحقن المجهري، هل ده كمان صح ولا غلط؟ مش مظبوط خالص. برضو خليني اقول لحضرتك حاجة، اذا حدث حمل خلاص بقى حمله السلام، بغض النظر ما بيحصلش اي تشوهات، بغض النظر الله. بغض النظر كان حمل طبيعي أو بأحد وسائل مساعدة الإنجاب، أو عن طريق التنشيط التبويض، أو عن طريق التلقيح الصناعي، أو أطفال الأنابيب، أو الحقن المجهري. لم يثبت بأي حال من الأحوال أن وسائل مساعدة الإنجاب أو تنشيط التبويض بيؤدي إلى ظهور عيوب خلقية أكثر من الحمل بالطرق العادية أو الحمل الطبيعي. كمان نسبة الإجهاض ونسبة عدم ظهور النبض في الأجنة لا تتأثر بوسيلة الحمل. طالما حدث حمل فهو حمل عادي، تنطبق عليه كل النسب المعتادة من نسبة إجهاض. في حوالي 10-15% من السيدات الحوامل الحمل بيجهض فيه. إذن ده حاجة مكتوبة، يعني ده ما فيهاش هزار، حاجة معروفة. الحاجة التانية، في جزء من الحالات بيظهر الكيس وقد لا يظهر الجنين جوه الكيس،
او يظهر الجنين ولا يظهر النبض، وده بنسميه ميزد ابورشن او بلايتد اوفم، وده بيبقى حمل متروك باللغه العربيه اسمه كده. نسبته في الحمل الطبيعي زي الحقن المجاري، عشان انا بسمع ساعات احيانا الناس بتدخل في دماغ الازواج كلام غريب، يقول لك لا والله ده النبض ما ظهرش في الجنين عشان الدكتور نقل لك بويضه ميته او نقل لك جنين ميت، اي كلام. يعني في شائعات طبعا، احنا بنموت في الشائعات، بنموت في الشائعات وبنموت ان احنا ناخد الشائعات المليانه بالجهل وقله العلم ونحطها، والله ده سقطتي علشان الجنين اللي نقلوه لك ما كانش جنين كويس، كلام فارغ. حمل ينطبق عليه كل ما ينطبق على الحمل الطبيعي، من نسبه التشوهات، من نسبه حدوث الاجهاض، من نسبه البلايتد اوفم او الحمل المتروك، من نسبة الحمل خارج الرحم، كلها أشياء حضرتك. ما كله حمل خارج الرحم بيحصل في الحمل الطبيعي ويحدث في الحقن عن طريق الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب. الإجهاض يحدث في الحمل الطبيعي ويحدث في الحمل المجهري وبنفس النسب 10-15%. إذا النسب لم تتغير بمساعدة الإنجاب إطلاقا، هي نفس النسبة. طيب إحنا بقى عايزين نبتدي نعرف التحضيرات اللي إحنا المفروض نعملها قبل عملية الحقن المجهري. هل في مثلا منشطات أدوية معينة المفروض تاخدها، ولا إيه التحضيرات المفروض تتعمل يعني؟ تمام، يعني الرحلة بتاعت الحقن المجهري بتبدأ أستاذة إيناس من الدورة السابقة للحقن المجهري. يعني أنا الزوجين جولي مثلا في أثناء الدورة أو بعد الدورة مباشرة بتاعت الزوج بنشرح، ولقينا ان من المناسب ليهم ان هم يعملوا حقن مجاري. يعني مثلا العدد عند الزوج 100,000 والحركه ضعيفه، خلاص ده ملوش حل غير ان هو هيعمل حقن مجاري. كويس، ونبقى نعالج بقى السبب اللي موجود عنده اذا كان بيتعالج. لكن مبدئيا وصلنا الى قناعه ان الحقن المجاري هو الوسيله المناسبه ليه. اولا اول حاجه بنشرح لهم يعني ايه حقن مجاري، بنديهم كتيب فيه كل المعلومات التي يحتاجها الزوجين علشان يعرفوا الخطوات اللي هيمروا بيها، التحضير ازاي، العلاج ايه. هذه الدوره بتبقى دوره تحضيريه. التحضير ازاي؟ اولا ان انا بدي علاج يضمن ان الدوره هتيجي في ميعادها بانتظام. مش لازم اقراص مانع حمل. لا نستخدم اقراص مانع الحمل بصفه روتينيه في الدوره السابقه، لانه احيانا كمان يقلل من فرص حدوث الحمل في الدوره اللي بعدها، الا اذا كانت دورتها فيها مشكله او في حاجه معينه. لكن في المعتاد بندي منظم للدوره لضمان ان الدوره هتيجي في ميعادها. الحاجه الثانيه بنحضر الزوجه من ناحيه ايه؟ بنعمل تحاليل علشان نعرف مخزون المبيض ايه؟ مستوى هرمونات الاف اس اتش والال اتش عندها اخبارهم ايه؟ كمان مهم قوي ان احنا نعمل حاجه اسمها تنظير رحمي. التنظير الرحمي ان انا ابص جوه الرحم في المكان اللي هزرع فيه الاجنه. لان دي الخطوه، انا طالما حطيت الاجنه جوه الرحم خلاص ماليش سيطره عليهم، دي بقى حاجه بتاعت ربنا، يعني يا يمسكوا يا ما يمسكوش. لكن انا وظيفتي ان انا لما احطهم جوه الرحم ابقى مطمئن ان الرحم كويس. الحقيقه ربع الحالات اللي بنعمل فيها تنظير رحمي او منظار رحم تشخيصي قبل الحقن المجهري، ربع الحالات بيطلع فيهم مشاكل. حتى لو ما كانش زي المشاكل دي، زي مثلا التصاقات داخل تجويف الرحم. احنا الحقيقه يعني معانا فيديو، يا ريت لو الاستاذ سامي والاستاذه نهال يقدروا يعرضوه. يعني بيبين احد هذه المشاكل، ان كثير من الحالات قد يكون فيها لحميه داخل تجويف الرحم او في عنق الرحم او في التصاقات داخل التجويف بتاع الرحم. الفيديو اللي معانا دون الحقيقه بيبين احد الحالات. احنا بنعمل منظار تشخيصي قبل الحقن المجهري، شايفين ان في لحميه موجوده اللي عامله زي الكوره في اعلى الصوره. الحاجه الثانيه اللي باينه كويس ان التجويف بتاع الرحم صغير قوي، انا مش شايف لا قناه فالوب اليمين ولا قناه فالوب الشمال. والتجويف بتاع الرحم صغير جدا. اذا الحاله دي لو انا عملت فيها حقن مجهري هيمسك ازاي؟ اولا في حاجه عامله زي اللحميه، عامله زي الكوره موجوده قافله التجويف او واخده جزء من التجويف. الحاجه الثانيه التجويف بتاع الرحم نفسه، نفس التجويف شخصيا يعني ما فيش مكان، ده عباره عن تيوبولر كافيتي. الحاله دي بتسبب انه ما ينفعش عمليه حقن، ما ينفعش لان الرحم صغير. الفيديو بقى اللي بعديه لو عرضناه ان شاء الله هنبين ازاي نقدر ان احنا نوسع التجويف ده.
لان التجويف على حالته دي، لا انا شايف قنوات فالوب، فتحتين قنوات فالوب من داخل الرحم، ادي هنا حضرتك الفيديو الثاني، هنبتدي ان احنا نفك الالتصاقات اللي موجوده داخل التجويف ونشيل اللحميه اللي موجوده. انا التجويف ده حضرتك لو زرعت فيه اجنه مش هتتعلق بيه، وده بيكون احد اسباب فشل عمليه الحقن. نعم والله يا ست، تلاقي الست جايه تقول لك والله يا دكتور ده انا رحت عملت حقن مجهري 3 مرات وكل مره بينقلوا لي اجنه من الدرجه الاولى وبحطوا لي 2 من الاجنه او 3 من الاجنه وما بيتعلقوش بالبطانه. في حالات قد يكون هناك عيب خلقي في الاجنه ما تمسكش، لكن في حالات بتبقى زي الحاله دي، الست دي ما عندهاش لحمية. عندها لحميه والتجويف كمان والتجويف صح. كمان صغير جدا. هنبتدي حضرتك زي ما انت شايفه كده، احنا بندخل بمنظار بقى، شلنا منظار رحم التشخيصي ودخلنا منظار رحم الجراحي، وبالمقص نبتدي نشيل اول حاجه اللحميه اللي موجوده، اللحميه اللي قصناها شلناها، ونبتدي ان احنا نفتح التجويف دون. الالتصاقات اللي موجوده في الحاله دي مش التصاقات قافله الرحم من فوق لتحت، لا، عباره عن زي نسيج الابيض دون كاسي الرحم مخلي مفيش تجويف اصلا. يا ريت لو نعرض برضو الفيديو اللي بعديه. فلما يبقاش فيه تجويف الاجنه مش هتتعلق، مستحيل انه يعني. وكمان النسيج اللي هو الالتصاقات اللي موجوده دي، ده الفيديو اللي بعده. بنعمل ايه بقى حضرتك؟ الحاله على فكره دي، الحاله دي انا مشتغلها امبارح يا استاذه ايناس، يعني مشتغل الحاله دي امبارح. الست دي كانت عامله عمليه قبل كده في الرحم، وبعد كده يعني ما حدث حمل نتيجه لسبب موجود اصلا عند الزوج، ما كانش المشكله ما كانتش عندها هي. زي ما انت شايفه حياتك، انا ببتدي افتح في الالتصاقات ونقصها لان بقيه التجويف موجود خلف هذه الالتصاقات. فاحنا عملنا منظار رحم تشخيصي روتيني قبل ما نعمل الحقن المجاري، لان دي حاجه روتينيه بنعملها في كل الحالات، لقينا ان التجويف صغير زي ما انت شايفه كده بقى بمنتهى الدقه والحذر. بنفتح فتحة صغيرة في الالتصاقات دي ونبتدي نوسع التجويف واحدة واحدة لغاية لما نصل إلى أن يبقى عندنا يعني تجويف مساحة كبيرة كافية أن أنا أقدر أحط فيها الأجنة تتعلق بها. الموضوع كله على بعضه في حالة زي دي، الحالة دي من يعني حالات التصاقات البطانة من الحالات اللي الحقيقة تحتاج حذر وبتاخد وقت شويه، يعني ممكن تاخد لها نص ساعه الحاله دي وحذر شديد، لان اذا انا فكيت الالتصاقات دي بعنف او بقوه ممكن ان انا ممكن يحصل مشكله ان انا يعني اخرم الرحم نفسه او اعور بعض الانسجه اللي موجوده حواليه. احنا جايبين بقى فيديو كمان الاستاذه نيال لو تعرضوا علينا المنظر النهائي للرحم بعد فك هذه الالتصاقات. لو بصينا حضرتك شايفه الرحم وسع وفي فتحه، الفتحه اللي احنا شايفينها دي فتحه صغيره جدا، دي فتحه قناه فالوب الشمال اللي موجوده في الرحم. الالتصاقات حضرتك زي ما انت شايفه هي اللي اتقصت اللي في النص دي، الابيض ده زي ما انت شايفه حضرتك الالتصاقات اللي كانت موجوده هي دي بعد ما قصيناها وبقى يعني عندنا ده بعد ما احنا عملنا وبعد ما فكينا بالظبط بقى عندي تجويف كبير، والانسجه الطبيعيه اللي لونها روز الجميله دي ده هو تجويف الرحم نفسه، وبقى عندي حته كبيره واسعه اقدر ان انا ان شاء الله لما اعمل الحقن المجاري اقدر احطها جوه التجويف. كل الابيض ده كان التصاقات قافله التجويف، يعني لو ما اتفكتش كنت هحط الاجنه في وسط التصاقات، لا يمكن هتتعلق بايه؟ مفيش نسيج طبيعي تتعلق بيه الاجنه. فموضوع الحقيقه منظار رحم التشخيصي قبل الحقن المجهري الحقيقه مراكز كتير جدا في العالم شايفه النسيج جميل، الاوعيه الدمويه ظاهره فيه بطريقه طبيعيه، واصلين لقمه الرحم من فوق. إذن ده احد خطوات التحضيريه المهمه قبل اجراء الحقن المجهري. بعد ما بنخلص حضرتك الدوره دي بنبدا في الدوره التاليه ان احنا نقوم بالتنشيط. ومن الدورة الجديدة حضرتك عادة التنشيط بيستغرق من 10 أيام لحوالي 20 يوم، بعدها بنلتقط البويضات ونخصبها زي ما قلنا ونعيدها إلى الرحم، وبعدها بأسبوعين إذا ربنا كرمنا إن شاء الله تبقى الست حامل بإذن الله. أنا بشكر حضرتك جدا، للأسف الوقت خلص.
ان شاء الله نستكمل باذن الله في حلقات اخرى استاذه ايناس باذن الله. انا بشكر جدا حضرتك وكمان بشكر مشاهدينا على المتابعه، استنونا كل يوم زي دلوقتي انا وزميلتي شيماء، اشوفكم على خير وفي رعايه الله.